اللي كيموت. والتنسيقيه دايره في المطالب ديالها باش يتم التعديل ديال ذاك القانون هذاك ديال هذا التقاعد العسكري اللي انا كنحسبو عشوائي وظالم. باش عشوائي خرجوا الناس قبل 90، لان كان واحد الاصلاح عشوائي في 90، زادوا لهذوك اللي خرجوا ما بعد الاصلاح وهمشوا هذوك اللي خرجوا قبل 90. نفس المشكل وقعت في 97، زادوا واحد شويه للناس اللي خرجوا ورا 97 وهمشوا هذوك اللي خرجوا قبل 99، قبل 97 نفس المشكل في 2004 ونفس المشكل في 2016 اللي مهزالة بكل ما للكلمة من معنى، لأن ما يمكنش غيفتخروا زيادة ديال التقاعد كملوه ل 1500 بينما هما نفسهم اللي سدوا لأبراسها ومسؤولين ديالها في المؤسسات الدستورية كيعترفوا بالسميك 3000 درهم. هذه وحدة. ثانيا كما كنقول دائما، حامل السلاح ما غاديش يجي ويقولوا له بقى كنا نقتطعوا له. سي نورمال الاجور ديال القرن الماضي كانت ضعيفه، وهادو حاليا شويه الاجور ديالهم تحسنات، لهذا الاقتطاعات ارتفعت. حنا كانت الاقتطاعات ناقصه، ولكن هذا راه ماشي مبرر، هذا راه الضحك علينا، هادو راه كيضحكوا علينا. لنا علاش؟ كما كنقول دائما، حامل السلاح كلشي خصو يساهم في التقاعد ديالو. كيف ما نعطيو مثال بفرنسا، فرنسا اللي جاب المغرب تقريبا 70% من القوانين ديالها، جا القانون التقاعد العسكري وفرنا، ما قدرش يجيبو. لهذا كنطالبو حنا يديروا غير بحال السيستم ديال فرنسا، اللي عندنا واحد العدد ديال القوانين ديالها في عدد من المجالات، جاو حتى القانون التقاعد العسكري ولا قانون التقاعد ديال حامل السلاح بجميع انواعه، سواء اللي كينتمي لوزارة الداخلية ولا اللي كينتمي لوزارة او لا إدارة الدفاع الوطني. لان هذا حامل السلاح اش كيدير المهام ديالو؟ راه كيحمي الوطن، وهذا الوطن ولله الحمد عامر بالخيرات. راه من المفروض على الفوسفات، على الصيد البحري اللي قلت حبينا الحوت وما كناكلوش، اكبر مصيبه في هذه البلاد، وهو متقاعد 16 عام ديال الحرب وطرد العدو، المخيمات تندورت ومحروم من الحوت. اكبر مصيبه واكبر مهزله واكبر احتقار، غير تمشي المراه ديال المتقاعد تصبن في الديور، غير تجبر المتقاعد في السوق دفع الكروسه للعيالات، هز لهم الخضره، غير تجبرو كيسعى. وراه كتروج واحد الصوره في الفيسبوك ديال المتقاعد كيسعى في الخميسات. هنا حنا هما سدوا علينا، وحنا الناس سدينا على راسنا. بس دينا على راسك كيقول لك، كتهضر معاه كتقول له عندنا الاحتجاج على المطالب ديالنا المشروعه، كيقول لك اش غيديروا لنا؟ ويلاه اخويا غير احتج انت وخلي الامور لله، حتى الفلاح غير بغي يزرع يقول لي ما عرفت تجيش انت ولا ما تجيش، وانت خرج. والكمال لله والضمير ديالهم، كنخليو الضمير ديالهم داك الساعه هو اللي غادي يحكم. هذه من جهه. قلت انا التقاعد عشوائي، انا فسرت لكم لنا شحال من تعديلات فيه عشوائيه وظالم واحد جوج الفئات، وهو الشاهد اللي مات مسكين والسلاح في يده كيدافع على هذه البلاد وعلى الثروات ديالها وعلى الاغنياء ديالها، وقال ناوي بان الزوجه ديالو غادي تبقى مكرمه من السيده هي ولاده، ولكن مع الاسف كنشوفوا ارملات حالات يرثى له. نفس المشكل اللي دوز الحرب في الصحراء وشرب البول ديالو وشرب الماء، خانز هذا العبد المذنب، هذا هزينا في حوزه الفيران من البير كيتفتتو
الخنانس ولكن ما عندك حل، الا ما شربتم غادي تموت. وكاينين الشهداء ماتوا بالعطش، هادو جوج معاناه قلال من داك الشيء اللي داز على الناس في الصحراء وكيظلمهم هاد التقاعد هذا. غادي ندوزو لواحد جوج مؤسسات داروهم من اجل المحارب والمتقاعد العسكري والحرامي. غادي ندوزو لهنا المندوبيه الجهويه لمؤسسه الحسن الثاني للاعمال الاجتماعيه. للاعمال الاجتماعيه دخلنا عليكم بالله، واش كاينه شي اعمال اجتماعيه؟ لا والو والو ما كايناش. والدليل جوج الحوارات درناهم معاهم، جوج الحوارات درناهم معاهم على مطالب بسيطه، على مطلب ديال ينظمونا هنا في المستشفى القضيه ديال المرضى المتقاعدين والزوجات ديالهم والارامل ما يجيوش مع الربعة الصباح وقت الكريساج. وقت الكريساج كتجي المراه من تيكيوين من دراركا من الشهداء يتمنون من العين وغاتشد الصف وعدونا هاد الناس باش يديروا واحد المكتب. قالوا داروا واحد الاجتماع مع الجينيرال مع المدير ديال المؤسسة باش يديروا واحد المكتب داخل المستشفى يكون خاص بالمتقاعدين، يكون خاص بالمتقاعدين باش يبداو يجيو ليلو حتى يطلع النهار ويشدوا النمره ويمشيوا للطبيب اللي جاوا يشوفوه. لكن اللي حد الان مازال ما كاين والو. داروا ولكن هذه النقطه الثانيه. هذه المؤسسه هذه راه دارت في الجورنال بان خسرت على المتقاعدين 140 مليار 2018. راه كاتبها في الجورنال. مدخلين بان الدواء قال لك داوينا هاد الناس، ولكن كيف تدخلني الدواء وانا من النهار اللي لبست الدريه والاقتطاعات لا مثيال، وتجي دابا تفتخر تقول لي داويتك؟ راه انا راه باقي لي اقتطاعات لحد الان من النهار اللي جيت حتى خرجت حتى لحد الان. يعني كانت دواء بفلوسي ما يديروهاش ويقولوا كيديروا فينا الخير. راه هادوك رزقنا، راه مازال الاقتطاعات لدابا، ومازال واحد القضيه في الاقتطاعات ديال لا ميتيال وديال هذيك لاسيورونس. خرجنا حنا دايرين معاهم واحد المقدار نهار خرجنا وضاعفوها، زادوا كي في الاقتطاعات، بينما التقاعد ديالنا بقى مجمد في بلاصتو. لهذا تعرفوا بان لا امل في المؤسسه ولا امل في الجنين الصغير اللي موجود في الكرش ديالها، وهي الجمعيه قدماء المحاربين، الجمعيه الوطنيه لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، واللي بانت على حقيقتها دابا. انت كتعلم متقاعد يجي للوقفه وهي كتجي لعندو كتقول له الا مشيت غيحيدوا لك لانتري ولا يحيدوا لك هذاك الخوان اللي كيقولوا له الاعانه، وانا كنقول لها الاهانه. علاش قلت لها الاهانه؟ لان الراجل خدم ولا المتقاعد خدم 30 عام وما فوق، و 25 عام وما فوق، ونهار الخروج عطاو له حسن السيره، ودابا كيقولوا له تمشي للبوليس تجيب لنا حسن السيره بان انت ماشي مجرم في سن 70 سنه. النقطه الثانيه، كيقولوا له سير جيب لنا بان ما عندكش الضريبه. واش عباد الله هذا الحماق؟ انا كاع درت شي حاجه وكنخلص الضريبه؟ الا كانت اعانه للمحارب ولا ارمله المحارب خصك تعطيها له بلا هاد قوه الشروط. علاش ملي كيعطيو لهاد الناس الفوق تقاعد الريع كيطلبوا لهم واش عندهم الضريبه ولا لا؟ البرلمانيين كيطلبوا لهم واش عندهم الضريبه؟ جاو حتى لينا حنا عاد يطلبوا لنا واش عندك الضريبه؟ كيسد 20000. كيعطيوك واحد الورقه كتمشي لا عند السلطه المحليه تسمي لك بان ذاك التقاعد اللي عندك هو اللي كاين، وحددوه في 15500 وشي حاجه في العام. دخلنا عليكم بالله واش مليون ونص باقيه فلوس بالنسبه للمصارف والارتفاع ديال الاسعار، وخص السلطه المحليه تسني لك بان هذاك المدخول اللي عندك.
الا عندك اسيدي مع المقدم شي حاجه حتى وياه ما متفاهمينش غايقول لهم هذا راه كاري واحد الدار لتحت والله راه كيخدم في شركه الامن كيشد 40000 ريال وغايحرموك منها. واش هذه اعانه ولا اهانه؟ إهانة. ولهذا هذه المطالب اللي على الجهات التنسيقيه وهذو المطالب ومطالب اخرى هما غيكونوا في البيان واللي نضم التنسيقيه راه كينضم المطالب ديالو وكيدعم الملف الحقوقي ديالو واللي ما نضمش التنسيقيه وما كيجيش للوقفات ولا للمسيرات راه ضد المطالب ديالو وضد الحقوق ديالو والحقوق ديال خوتو. ولهذا راه حشومه اكادير اللي فيه واحد العدد ديال المتقاعدين كيجي هذا الكم هذا الضعيف بينما تهلا فيلا صغير قرسيل فيلا صغير ورزازات مدينه صغيره وخميسات مدينه صغيره. دخلوا للواتساب ودخلوا للفيسبوك وشوفوا الفيديوهات ديالهم راهم غادي يبداو يلاصيوهم هذه العشيه هذه. وتحيه لكم. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.